اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم نجم التحليل التحكيمي كابتن سمير عثمان. ازيك يا كابتن سمير؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وحشنا. وحضرتك وحشني جدا. رحت اعاره ورجعت. ايوه. طيب خلينا نروح لطاقم التحكيم في مباراه اليوم. كابتن محمد معروف، كابتن يوسف البوساطي، كابتن احمد ساهر، حكم رابع كابتن احمد العباسي. بالظبط. هو طاقم تحكيم دولي بقياده محمد معروف الحكم الدولي ومعاه يوسف واحمد ساهر. انا شايف طاقم متوازن جدا على قد حدث المباراه باذن الله. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. المباراه خاصه مباراه الجونه ليها يعني ليها اسلوب خاص في التحكيم، خاصه كمان عشان الملعب. عارف حضرتك ليه يا كابتن بقى يعني ايه اسلوب خاص؟ معلش اسلوب خاص الجونه الهواء فيها جامد جدا يا كابتن. لما بيفتحوا الباب اللي ورا من ناحيه الشمال. بس هو دي بتبقى مشكله على فكره. لا دي حقيقه على فكره. الناس فاكره ان احنا بنهزر، لكن احنا لعبت 6-7 سنين هناك من 2009 وانا بلعب هناك. لا الموضوع صعب قوي. هو كان بيتفتح في شوط واحد التاني يتقفل. لكن ودي ممكن النهارده نشوفها في ركلات المرمى. هو الحكم هنا، انا اسف يا كابتن، هو الحكم هنا ما ينفعش يبقى ليه دور يقول لك اقفل او افتح او كده. ما ينفعش. طالما انا مش مؤثر على حاجه، انما دي حاجه طبيعيه. ده هو ده هو. وخاصه كانوا اليوم برضه بعض الناس كانوا بيقولوا عشان عربيه الاسعاف بتبقى ورا، يعني النهارده الناس تتفرج اول ما تلاقي عربيه الاسعاف او ما تلاقي عربيه الاسعاف والباب مفتوح، دي ناخد بالنا ازاي في ركلات المرمى واحنا قاعدين في المقصوره على الشمال. يعني وانت مدي ظهرك للمقصوره على الشمال، لو ريت ركله المرمى طالعه بشكل غير طبيعي شويه اعرف ان الباب مفتوح. الكره عماله تلف في الهواء كده وترجع ورا وتطلع قدام والكلام ده كله، تعرف ان الباب مفتوح على طول. فطبعا دي ليها يعني وضع تاني، علاوه ان الملعب تحس انه ملعب كنز شويه، فهنا طبعا لازم الحكم ما يفرطش في الجري، لازم ياخد اماكن كويسه جدا عشان يشوف. ومش شرط برضو يا كابتن اسلام، لازم دي معلومه للناس كلها وللحكام برضو، مش شرط انك عشان تبقى قريب جنب الكوره تشوفها، انت ممكن تبقى قريب جنب الكوره ما تشوفهاش. الزاويه ومنطقه الرؤيه، انا اول ما ابقى قريب كده ممكن ما اشوفش كويس، لازم اخد خطوتين ثلاثه عشان اشوف. هنا تلاقي الكور كتيره جدا جدا النهارده، هتبقى داخل 18. يعني انا اتوقع مباراه زي دي عشان الملعب هتلاقي كور كتير قوي جوه ال 18. جوه ال 18. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن سمير عثمان، لكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع بقى ناخد راي كابتن سمير عثمان فيما سيحدث في هذه المباراه. باب مفتوح ولا مقفول؟ كابتن سمير، كيف يمكن اداره مباراه بعد العوده من توقف دام ل 51 يوم؟ التوقف بيبقى على الحكام وعلى اللاعبين، اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب تمام، برضو الحكام، هناك بعض الحكام اللي راحت تلعب في البطولات العربيه زي ما شفنا كابتن محمود البنا امبارح عمل ماتش رائع امبارح في الرجاء والوداد، هذه المباراه الرائعه في بطوله دوري ابطال العرب. لكن بقيه الحكام بيبقوا زي اللعيبه بيتمرنوا بس. بص اقول لحضرتك حاجه، الميزه بقى ان الحكام في الموضوع ده مش هيبقوا زي اللعيبه قوي. ليه؟ والله لان بيلعبوا في دوري القسم الاول. القسم الاول يلعب صح. وبيلعبوا بيلعبوا كلهم بيلعبوا. يعني اخر واحد مثلا هتلاقي الثلاثه دول لعبوا الاسبوع اللي فات. من ضمنهم محمد معروف كان عنده اختبار كويس جدا في ماتش نيجيريا وكوت ديفوار، كان من حوالي 10 ايام في بطوله امم افريقيا اللي هي تحت 23 سنه اللي اتلعبت هنا في مصر. فالحكام في اثناء فتره التوقف لا بيستغلوا الفتره دي ويلعبوا في القسم الاول. عارف حضرتك بيبقى قوي جدا، ما يقلش اهميه. لا القسم الاول والثاني والثالث كمان بيبقوا مبارياتهم صعبه جدا جدا وجماهيريه. بالظبط. فدي فرصه كويسه جدا الحكم. الحكم لا برضو بيوازن الحته المستوى الفني بتاعه والتجارب اللي بيشوفها في القسم الثاني، وان شاء الله يعني يا رب يبقى في اداء كويس النهارده من اهم السلبيات بعد العوده اهم 50 يوم. بص لازم يبقى في تركيز. لازم يبقى في تركيز من اول مباراه، لان انت عارف الخطا بيجي في لقطه في لحظه. فاتمنى ان شاء الله الاربع حكام بما فيهم الحكم الرابع يبقوا كلهم مركزين في كل كره مع بعض تمام، والحكم ما يروحش المشاكل برضه، انت فاهم؟ يعني تسيب الامور ماشيه وانت اللي تراقب الامور. سيب الامور ماشيه وانت تراقب الامور. مش الماتش اللي ماشيك يعني. بالظبط، ما تبقاش انت يعني ما تعملش انت الحدث. خليك انت رد فعل في المباراه، انت تتفرج وانت بتشوف تحسبه بكل هدوء. وزي ما حضرتك عارف انت المباراه ممكن تخلص على خير باي خطا تحكيمي، هي النقطه كلها الكره دي جوه ال 18 اتحسبت ولا بره ال 18؟ ولا بره ال 18. هي دي المشكله. انما بقى الحاجات اللي بره دي يعني ايه؟ ليها امور تانية يعني، ممكن ليها حلول تانية كتير. حلول تانية كتير. طب اخيرا يا كابتن معلش، عشان في موضوع الهوا ده اللاين التو او الاثنين لاين مان المساعدين الحكام بيبقى عندهم الاثنين المساعدين الحكام بيبقى عندهم مشكله. يعني انا بشوفها، معرفش بقى حضرتك صحح لي. الكره لما بتتلعب بتقف في الهوا تمام،
انا كمساعد حكم على الخطين هنا او هنا تمام بتبقى بالنسبه لي مربكه شويه. هي هتبقى حلوه بقى لصالح الحكم المساعد الحكم. اه ليه بقى؟ مش العكس. اه ليه؟ لحظه التسلل امتى يا كابتن اسلام؟ لحظه لعب الكوره انت مساعد الحكم واقف كده باصص لحظه لعب الكوره اهي. اول ما الزميل اما الزميل بقى اللي هو في المهاجم يستلمها تمام. طبعا كل ما الكره تتاخر فوق دي اسهله يقدر يجري بتاع. انما اما بتبقى سرعه بشوفها اصعب الحقيقه. لا بتبقى بسرعه هي اللي بتبقى صعبه شويه. انما هي واقفه خلاص هو شاف لحظه لعب الكره مستني بقى مين يستلم. هل وقف موقف تسلل ولا لا؟ فطبعا دي عاوزه طبعا الحكام خبره. يعني يوسف بساطي حكم ممتاز حكم دولي. دكتور احمد ساير المساعد الحكم رقم 2 حكم دولي من سنه 2009 حكم برده ممتاز. يعني ان شاء الله تبقى ان شاء الله مباراه سهله. تطالب الحكام بايه يا كابتن؟ بالهدوء. الهدوء. الهدوء. والحكم هو اللي بيعلي رتم المباراه يا كابتن اسلام. انت كل ما تلاقي رتم المباراه عالي لازم انت تتدخل برضو باسلوب ذكي في اداره المباراه. مش بتكلم انك تحسب حاجات كثيره، انما في حاجات انت محتاج فيها اتاحه فرصه وحاجات فيها تانية ممكن ما تطبقش فيها اتاحه الفرصه عشان تقدر تمسك المباراه من بدايتها لاخرها. والمباراه دي مهمه جدا. امبارح في مباراه في الدوري الممتاز اتلعبت اول امبارح، بس البدايه الفعليه هي النهارده في ماتش الاهلي وماتش الزمالك بالليل. ده اللي بيدي اعلان على مستوى التحكيم هل تاثر ولا لا. بس امبارح الحمد لله الدنيا مشيت، ما يعني ما شفناش اي اخطاء كبيره قوي. يعني كابتن اسلام هي اهلي وزمالك طبعا اهلي النهارده والزمالك بالليل. هي دي اللي تبين اسلوب التحكيم ماشي ازاي. مباراه امبارح واول امبارح الحمد لله عملوا ماتشات كويسه الحمد لله. تتوقع ايه يا كابتن من طاقم التحكيم؟ لا يعني انت بخبرتك ومعرفتك بثلاثي او برباعي طاقم التحكيم تتوقع المباراه هتروح ازاي او هتمشي ازاي؟ هو بص لو قسمها لي زي كل مره قسمها لك. هي اول ربع ساعه المفروض محمد معروف يفرض شخصيته في المباراه من اول مباراه، يقلل شويه اتاحه الفرصه طالما ان الكره يقلل اتاحه الفرصه طالما ان الكره مش محتاجه. يعني في نص الملعب مثلا في نص الفرقه ما تديش اتاحه فرصه، انما تدي اتاحه فرصه امتى؟ في مباراه فيها هجمات واعده. بالظبط كده. او هجمات واعده بالظبط. لو ربع ساعه الاولانيه عدت باخطاء قليله باذن الله ان شاء الله محمد معروف يعمل ماتش او بدون اخطاء بإذن الله. يا رب تبقى بدون. لا انا بتكلم الاخطاء المحتسبه يعني اللي هي الفاولات يعني. أيوة. هي الاخطاء المحتسبه اللي بيحتسبها محمد لو الدنيا مشيت كويس. وكل ده بقى يتوقف على سلوك اللاعبين. لو سلوك اللاعبين في الملعب كويس وانا متوقع انه هيبقى كويس عشان طبعاً. اثار النتيجه النهائيه اللي اتلعبت في منتخب مصر الاولمبي وفي لعيبه كتيره جدا مشاركين اعتقد الماتش هيبقى شكله حلو باذن الله. كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وان شاء الله نلتقي بعد الله نهايه كابتن. المباراه نشوف بقى حضرتك نعدي اول ربع ساعه بس على خير ان شاء الله. مش هتمشي ان شاء الله. بص اول ربع ساعه واخر ربع ساعه لو النتيجه قريبه فرق جول او تعادل لكن لو النتيجه كبيره يعني هتبقى سهله بقى. المواضيع سهله بالظبط ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا كابتن سمير اسلام شكرا. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هلتقي بثلاثه من نجومنا الكبار. النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. هنتكلم بقى أكتر فنيا عن هذه المباراة وعودة البطل مرة أخرى بعد غياب 51 يوم. نجومنا الكبار بعد هذا الفصل.